طيب دلوقتي ليه دايما المحترم اللي بيقول حاضر ونعم تلاقيه دايما هو اللي بيتداس عليه في البيت؟ عشان هو بيكون عاطفي، وده نوع من انواع الشخصيات، بيكون هو شخص متعاطف، دايما بيحط نفسه مكان اللي قدامه، ودايما بيؤثر نفسه على اي حاجه بيعملها. فبالتالي ده بابايا او مامتي بيطلبوا مني، ما ينفعش اقول لهم غير حاضر. لما بيحصل ان والده او والدته بيطلبوا من اخواتهم حاجه، فيلاقي اخوه او اخته بيرد بتعنف شويه، ما بيقبلش ده على والده او والدته، فبيجي على نفسه فيبدا يعمله. فبالتالي من ضمن زي ما اتفضلتي وقلتي في المقدمه، لما بيبدا الولد يزعق او يبدا يتكلم الولد الثاني، فالاب والام يستسهلوا ويطلبوا من المحترم، من اللي بيبدا يتعامل معاهم على طول، من اللي بيقول حاضر وطيب. فبيبدا الادوار تتقلب، يبدا هو يشيل الضغط كله، هيتحمل شويه شويه شويه، لكن مع الوقت خلاص بيبدا يفيد بيه، خاصه انه بيبدا يلاقي في حقوق بتروح للاخوات التانيين، وهو حقوقه ممكن تتاجل او ممكن ما اديهالوش، بالظبط. وده بيبقى خطا وفخ بيقع فيه الاب والام. ان انا خلاص هتقي بقى لسان الفلاني، البنت دي بتقعد تتكلم، فدي مشكله كبيره جدا. فبيبدا الولد ده يحس بالظلم مع الوقت، وده بيخلي الموضوع يتفاقم بشكل كبير قوي، مهما ضغط نفسه نفسيا هو بيتاثر قوي.